وهو يستقبل معنا في الجيش الكادي كخبير مشترك. الأخ عزيز ثابت خبير لي في الجيش الكادي وكيف محطة دي بتنفعت في جمهورية مصر هنا استثمارات مهمة. هناك كان حوالي ثلاث مشاريع مشروع هذا بعدنا الدعوة لمناقشة الرؤية مجلس الإدارة في شهر 12 يعني المحفظة بتكبر وهذه أكبر محفظة عنا في قسم شبه الكيف والشرطة الأدنى. وزي ما حضرتك تعرف يعني فيها أثار جديدة أنه وجودنا في مصر يشمل إشكال العمل في مصر أننا نأخذ تجربتنا في ونغطي بلدان أخرى. هناك مقترحات الآن بصدد النقاش على من مصر يغطي هذا الأمر ويهمني نصل لهذا.